عارفين بان جمال السلامي كيغلق كاع المنافذ، فدخلنا عازمين اننا نحققوا واحد ثلاث نقاط ايجابيه اللي غتخولينا اننا نمشيو في المسار الصحيح. فكنظن واخا ماشي السيت جو اللي كيبغي الفريق وماشي الهويه ديال الفريق، فالتعثر ديال الديبي خلى علينا واحد الضغط كبير، فما كانش عندنا خيار سوى ناخذ ثلاث نقاط هي الاهم. فبعد الانتصار كنظن اننا غيعطينا واحد الحافز معنوي، ارجع واحد الثقه ما بين الجماهير واللاعبين ما بين ستاف تكنيك اننا نزيدوا نشتغلوا اكثر. فكنتمنى ان شاء الله اننا نزيدوا نضحيوا اكثر احنا والجماهير ديالنا اننا ترجع الهويه ديالنا ويكون انتصارات بالطريقه اللي كنبغيو اللي معروفه عند الجماهير الرجويه. فبطبيعه الحال كنظن اننا واحد 50-60% من اللاعبين اللي تبدلوا في الفريق جداد، فبطبيعه الحال التعثرات ملي كيكونوا في الديبي هذه هي لوكازيون ديال كتكون 30 لاعب، فكنظن ان 30 لاعب كل واحد وينزل ارضيه الملعب باغي يقدم اللي عليه، باغي يبين الاسم ديالو، باغي يعطي الاضافه للفريق. فكنظن حنا بيناتنا عائله وحده مجموعين جروب واحد، حنا كنشتغلوا داكشي اللي كيعطينا المدرب كنطبقوه، المدرب كيبقى هو المسؤول الاول والاخير، فكنحترموا القرارات ديالو كوسا سوا دخل بيا انا ولا دخل مكعازي ولا اي واحد كوسا سوا، ما عندناش مشكل، كنشجعوا كاع الدراري انهم يقدموا الاضافه. ففي الاول وفي الاخر كنبغيو نحققوا الانتصار ديالنا ونفرحوا الجماهير ديالنا، هذا هو الاهم ديالنا. على بالنا بلي ماتش فتح ماتش راح يكون ماتش سهل، على بالنا بلي ايكيب اللي طبق كره جميله، عرفنا كيفاش نسمعوا لي كونسين تاع لونترينير اللي عرف كيفاش يجيري الماتش. الحمد لله ان شاء الله هذه البدايه تاعنا، ان شاء الله دوكا نساو هذا الماتش ونسيو كونسونتريو البروشان ماتش. الجماهير مالغري تشكرهم مش راح يلحقوا الشكر اللي راح نوصلوا لهم انايا، تبارك الله عليهم، ان شاء الله هم توجور معنا ان شاء الله مش راح نخيبوهم من لا فان سيزون ان شاء الله. كما كيشوف الجامعه اخويا دزنا في واحد الظروف اللي كانت صعيبه، والحمد لله الدراري حاولوا يداركوا ذاك الموقف اللي كان من قبل، والانتصار ديال اليوم غيزيد يحفزنا ويزيد يقربنا من الجمهور. وكنشكر هذا الجمهور اللي جاوب كثافه، وكنقول لهم الله يوصلهم على خير وديماراج.